أقسام الفعل. منير، هل أنت جاهز؟ طبعاً يا سمير، كم أنا متشوق لرؤية اللوحة. إنني أراه يفتح عبوات الألوان الآن. لماذا يا سمير تبدأ بفتح عبوات الألوان؟ ببساطة، إذا أردت أن تمزج الألوان، افتح عبوات الألوان. أخيراً فتح عبوات الألوان. لقد استخدمنا هذا الفعل في الأزمنة الثلاثة. يفتح فعل مضارع، افتح فعل أمر، فتح فعل ماض. ها؟ ما هذا؟ لماذا تغير جلستك باستمرار؟ غير جلستك فقط عندما أطلب أنا منك ذلك. لقد غير بأفعاله الغريبة أساسيات الرسم. أوه، لقد استخدمنا الفعل مرة أخرى في الأزمنة الثلاثة. تغير فعل مضارع، غير فعل أمر، غير فعل ماض. لا يوجد لدي لون برتقالي. لا مشكلة. ها؟ إنه يمزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق. لن يحصل على اللون البرتقالي في هذه الحالة. أمزج اللون الأحمر مع اللون الأصفر كي تحصل على البرتقالي. ها؟ ما دام يريد اللون البرتقالي، لماذا مزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق؟ أوه، يمزج فعل مضارع، أمزج فعل أمر، مزج فعل ماض. حسناً، لنبدأ الآن. مرحباً. نعم، أنا الرسام الكبير سمير، لكنني مشغول في رسم تحفة فنية. ماذا؟ دعوة خاصة لمعرض فني؟ أنا قادم في الحال. تحفتي؟ أي تحفة؟ نعم، لقد انتهيت منها بالفعل. أنا الآن أضع توقيعي عليها. أضع فعل مضارع. ضع اللقب الذي تريده على الدعوة. ضع فعل أمر. نعم، لقباً بسيطاً مثلاً الرسام الشهير المبهر المذهل الرائع المتواضع سمير. شكراً لك. لقد وضعت الفرشاة جانباً. وضعت فعل ماض. لم أفهم. هذا يعني أنني انتهيت. ها؟ ما هذا؟ أين اللوحة؟ أين رسمي؟ هذا أنت. لكنك لم ترسم سوى نقطة. كل هذا لأنك في عجالة من أمرك وتريد الذهاب إلى ذلك المعرض الفني؟ لقد فهمت الأمر بشكل خاطئ. هذه ليست نقطة، هذا أنت، ولكنني رسمتك وكأنك قادم من بعيد. الفعل هو كلمة تعبر عن شيء حدث أو يحدث أو سيحدث في أحد الأزمنة، وينقسم إلى 1. فعل ماض يدل على شيء حدث في السابق وانتهى. زرنا المتحف في الأمس. أنهيت واجباتي قبل اللعب. 2. فعل مضارع يدل على شيء يحدث الآن أو يحدث دائماً. أنا أتناول طعامي الآن. نذهب إلى المدرسة كل يوم. يبدأ الفعل المضارع بأحد حروف المضارعة. نون، نقول. ألف، أقول. تاء، تقول. ياء، يقول. لتتذكر هذه الحروف بسهولة، يمكن جمعها في كلمة نأتي. 3.
فعل أمر يدل على طلب أو أمر لفعل شيء سيحدث في المستقبل. رتب غرفتك يا فهد. أعطني الكتاب من فضلك.